بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم. ويتجدد اللقاء كل ليلة، كل ليلة مع بعض الساعة 1 بالليل، نحكي خاطرة حوالين استعدادات الروح لرمضان، وفي نفس الوقت ندعي في ختام هذه الخاطرة. خاطرة النهاردة بتتكلم عن معنى جميل جدا جدا جدا. تخيل لو ربنا حبك في رمضان السنة دي. والله بجد، احنا ليه يا جماعة دايما بنتخيل حالة من البعد بيننا وبين الله، في حين ربنا هو اللي بيقربنا، هو اصلا باعت رمضان لينا عشان يقربنا. تخيل ان الله سبحانه وتعالى يحبك في رمضان هذا العام. يا على المشاعر اللي هتكون في جبريل. يا جبريل اني احب فلانا فاحبه يا جبريل فيحبك جبريل. تخيل لو باسمك، يعني شوفوا الاسامي اللي بتتكتب الان. تخيلي يا يسرى، وتخيل يا اسلام، ان اسمك ينادى الان في السماء. يا ملائكتي اني احب احمد فاحبه. يا جبريل انا بحب فلان فاحبه يا جبريل. تخيل ان الله ينادي باسمك الان. ايه الاحساس الرائع ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه النعمه الكبيره دي؟ الله ينادي باسمي، وان السماء الان ينادى فيها اسمك في ثالث يوم رمضان. ربنا حبك في ثالث يوم رمضان. يا جبريل اني احب فلانا فاحبه يا جبريل فيحبك جبريل، فينادي جبريل في اهل السماء، يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبك اهل السماء، ثم يوضع لك القبول في الارض. يحبك أهل الأرض، الناس الطيبين تحبك، تتفتح لك السكك وتتفتح لك الأبواب. حب الله سبحانه وتعالى. هل ممكن في رمضان السنة دي يمن عليك بهذا الحب؟ هل ممكن ينادي باسمك؟ خلي بالك، ساعات نقرأ قصص في السيرة فتحس إن ربنا سبحانه وتعالى قريب مننا قوي، وإن هو يحب الواحد باسمه. سيدنا أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم نداله فقال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فهو أي واحد مكاننا هيقول له: إيه سورة البينة؟ إيه السورة اللي هتقراها عليا؟ طب اللي هي إيه يا رسول الله؟ لكن هو فكر في حاجة ثانية خالص، قال: أسماني ربي؟ ربنا قال اسمي؟ فقال له: نعم، سماك الله سبحانه وتعالى. فبكى سيدنا أبي: ربنا نادى عليا باسمي، ربنا قال اسمي. الله لو ربنا أحبك، الله لو ربنا نادى باسمك في السماء في ليلة من هذه الليالي: إني أحب فلانا فأحبه يا جبريل. السيدة خديجة وهي بتموت، خلاص هتموت في اللحظات الأخيرة، يعني 3 دقائق وروحها الطاهرة تكون عند الله سبحانه وتعالى، لكن ينزل جبريل من السماء: يا محمد، إن الله يقرئ خديجة السلام. ربنا بيسلم على خديجة، ما هي رايحة عند ربنا حالا، ليعلم أهل الأرض لما بيحب واحد بيعمل إيه، بيعمل معاه إيه. إن الله يقرئ خديجة السلام ويقول لك: قل لها إن الله أعد لك قصرا في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، قصرا من لؤلؤ في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. يعني انت تعبتي في الدنيا قوي وتعرضتي، تعبت السيدة خديجة، قصر من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، مفيش، خلاص مفيش حاجة هتضايقك من النهاردة. لو أحبك، لو نادى باسمك، لو كنت من المحبوبين، لو كنت من أهل هذه الآية، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا سلام لو كنت من هؤلاء. شوف لما تقرأ في القرآن، لما ربنا يحب عبد ويقول نعم العبد، يعني إيه نعم العبد؟ أما عبد جميل بشكل، يعني الله سبحانه وتعالى بيقول إيه العبد الحلو ده؟ نعم العبد جميل. تخيل لما تسمع الكلام ده: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، ويتكلم على سيدنا أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. كلمة نعم العبد، يا ترى أنت ممكن ينادى في رمضان السنة دي نعم العبد أم عبد حلو بشكل؟ يا لو أحبك الله. تخيل أن ينادى باسمك نعم العبد.
شوفوا سيدنا إبراهيم وهو بيقول لأبوه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ده هو بيستقبلني بحفاوة. تخيل لما رؤيت سيدنا إبراهيم على علاقته بربنا حفية. حاسين بحفاوة ربنا بيكوا في رمضان؟ حاسس ان ربنا حفي بيك في رمضان وعمال يكرمك وعمال يقربك منه وعمال يفتح على قلبك انه كان بي حفيا. ها تخيل، تخيل ان الله يحبك. وليه لا؟ وليه ما تتخيلش؟ وليه ما تتمناش؟ وليه تشوف ان انت بعيد قوي كده؟ مين اللي قال لك الصوره دي ان انت بعيد قوي عن ان يحبك الله؟ ليه لا؟ ما انت صايم وبتحاول تتقيه وبتحاول تكون كويس فعلا، وانت ناسي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حبك. حتى حد كاتبها اهو دلوقتي، كذا حد كاتبها، اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم يا رب اجعل حبك احب الينا من الدنيا وما عليها. وحد كاتب اهو بحبك يا ربي. كلام جميل. يعني امال امتى هتقول انا بحبك يا رب لو ما قلتهاش في رمضان؟ وحد تاني كاتب اهو يا رب انا احبك كثيرا، يا رب اجعلني من عبادك الذين تحبهم. ايوه كده انا بقرا اللهم اجعل قلوبنا في السماء والارض من المحبوبين. كلام جميل، اللهم ارزقني حبك. يا سلام، خلاص كلام رائع. فكره انا بحبك يا رب، وفكره يا رب انا ممكن اكون ممن تحبهم في رمضان هذا العام. وليه ما تبقاش دي امنيه؟ وليه ما يبقاش ده حلمك في رمضان ان ربنا يحبني؟ طب يحبني ازاي؟ طب كيف أصل إلى هذا الحب؟ ولا يزال، هو ده بقى المفتاح، كل اللي أنا قلته عشان نوصل للكلمة دي. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. عمال يقرب ويقرب ويقرب. وشوفوا كلمة ولا يزال، عمال عبادة ورا عبادة ورا عبادة حتى أحبه. فإذا أحببته، لو حبيته كنت سمعه الذي يسمع به، يسمعك كل ما هو خير ويخلي ودانك تلقط كل ما هو خير. وبصره الذي يبصر به، يبصرك في الحياة، أمشي في السكة دي ولا في السكة دي، أسافر هنا ولا أشتغل هنا ولا أعمل هنا، يوريك، يوديك البصيرة في الحياة. وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. يطلب ياخد، يستعيد، يقول يا رب اصرف عني كذا نصرف. لو حبك يعمل معك كل الحاجات دي وتاخد كل الحاجات دي. طب انت عايز هو في ايه احلى من كده؟ ينادي باسمك في السماء، يا جبريل اني احب فلانا، يحبك اهل السماء، توضع لك مين اهل السماء؟ الملائكه والانبياء، يوضع لك القبول في الارض، كان سمعك الذي تسمع به وبصر، تساله يعطيك، تستعيذ به ينجيك. فضل، عايز ايه احلى من كده؟ ايه اجمل من كده في الحياه غير ان هو يديك كل الاشياء دي؟ لو احبك، لو احبك. اوصل للحب ازاي؟ ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. طيب تعالوا بقى نقول كلام بعد الكلمتين دول، نقول كلام عملي قوي 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 قوي. انا بقترح عليكم 4 حاجات في اليوم من العبادات اللي هي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. 4 حاجات في اليوم انا مسميهم كده تقالات. عارفين الارض مش الجبال بتتقل الارض وتمسكها؟ 4 تقالات في اليوم توصلك لايه؟ ان انت عمال تتقرب ولا يزال يتقرب الى حتى احبه. ايه بقى ال4 تقالات دول؟ اكتب معايا. 1، اول تقيلة انت وسط النهار ما بتتعبدش كتير، صايم بقى وفي الشغل او في البيت او بتذاكر، لكن بقى ايه يعني العبادة بتبدأ بالليل. طب ما تيجي ناخد اول تقيلة في وسط النهار، صلاة الظهر، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيصلي ركعتين في ركعتين، 4 ركعات قبل الظهر، وبعدين يصلي الظهر، وبعدين ركعتين بعد الظهر. دول كم ركعة؟ دول 6 ركعات سنة. 6 ركعات سنة، وتيجي في آخر ركعتين تدعي بعد ما تخلصهم. يعني تصلي ركعتين في ركعتين قبل الظهر. طب أنا في الشغل صليهم بسرعة، صليهم بسرعة، بس تبقى جبت 6 ركعتين في ركعتين، وبعدين تصلي 4 ركعات الظهر كده تحس بيهم أوي. المهم الإحساس، الإحسان هو روح الدين دوت، إنك حاسس باللي أنت بتعمله. وبعدين تصلي ركعتين بعد الظهر، وبعدين تدعي. أفي يا سلام، أهو لا يزال عبدي يتقرب. أهو أدي أول حتة
لان انت ممكن، انا مش هقول لك ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، طول النهار بتصلي، ما انت عندك شغل وعندك وقت عايز تنام فيه وبتفطر فيه، لكن حط كم وقت في اليوم دول جامدين قوي قوي قوي. ادي اول وقت اللي هو ايه، وقت صلاه الظهر. هتصلي سنه الظهر زي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي حاطط السنه الكبيره دي في وقت الظهر عشان الوقت ده عاده بيبقى فاضي، فيبقى في حاجه تقيله كده حلوه قلت سنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اربع ركعات قبل الظهر، هتصلي الظهر اربع ركعات، هتصلي ركعتين بعد الظهر، ادعي بعديهم. ادي اول تقيله. الثانيه بين العصر والمغرب، يا اما انت راجع من الشغل بالعربيه، يا اما رجعت من الشغل ونمت شويه، يا اما قبل المغرب على طول، الفتره بين العصر والمغرب انت والسبحه وورد الذكر وورد القران. نص ساعة حلوين، نص ساعة ذكر، أذكار مساء، استغفار، الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر بأسماء الله الحسنى، وبعدين دعاء قبل المغرب في ساعة الإجابة وساعة القبول. أدي تقالة تانية. يبقى عندك وقت الظهر وما خدش وقت طويل، هنا كانت تلت ساعة أو ربع ساعة، وهنا نص ساعة ما بين قراءة قرآن وما بين ذكر، وورد الذكر تقوله بقلبك وبإحساس وانت مركز، مش وانت كده حتى لو في العربية، حتى لو في مكان حلو بس مركز. ادي التقالة التانية، وانتهت برضه الدعاء. التقالة التالتة صلاة التراويح. هتصلي الثمان ركعات ايمانا واحتسابا، من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صليت ايمانا واحتسابا، يعني ايه؟ عايز ارضيك يا رب وعايز ثوابك. ما هو ده ايمانا، عايز ارضيك يا رب، احتسابا عايز ثوابك واجابه دعائي. يا سلام عملتها، مبروك. ادي التقاله الثالثه. من فضلك بعد ما تخلص صلاه التراويح او في السجود بتاع صلاه التراويح ادعي. ادي الثالثه، وكلهم فيهم دعاء. الرابعه والاخيره، ثلث الليل الاخير في الوقت ده من واحدة بالليل لغاية أربعة ونص بتوقيت القاهرة، التلت الأخير دون أحب وقت إلى الله. ينادي سبحانه وتعالى كل ليلة، من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه. في هذا الوقت من الليل ده وقت إجابة، وده أحلى وقت في الأربعة، ركعتين أو أربعة تكمل بيهم ورد القرآن، عشان انت في الفقرة التانية ذكرت ربنا وقلت الورد بس ما لحقتش تخلصه لان هي كلها كانت نص ساعة. هتكمل الورد وانت بتقرأ، ينفع تكمله جزء قراية وجزء وانت بتصلي، مش حافظ هتمسك المصحف او تقرأ من الموبايل في صلاة التهجد وتصلي ركعتين وتصلي وتحسهم ودول كده احلى حاجة في اليوم. دي احلى قطعة، دي احلى تقيلة في اليوم كلها. وبعديها بقى تدعي كتير كتير من كل قلبك، تموت نفسك دعاء. اربع تقالات في اليوم، وشوف الفتح الكبير ان شاء الله باذن الله. حافظ على الاربعة دول باذن الله، باذن الله يحبك يا رب. يا رب اكتبنا من احب عبادك اليك في رمضان هذا العام، يا رب اكتبنا ممن تحبهم ويحبونك يا اكرم الاكرمين. يلا ندعي بعد ما قلنا هذه الخطيره، كل يوم في نفس الميعاد خطيره ودعاء، اني داع فامنه. يا رب يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. الحمد لله برمضان، الحمد لله بالايمان، الحمد لله بالقران، الحمد لله بالاهل والولد والمال. كنا فقراء فاغنيتنا فلك الحمد، كنا ضعفاء فقويتنا فلك الحمد، كنا بعيدين فقربتنا فلك الحمد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، كل نشكرك يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اكتبنا الليلة من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اكتبنا وكل من يسمعنا الآن وكل من يصل له
هذا الدعاء، اللهم يا رب اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اكتبنا رفقاء النبي في الجنة، اللهم اعتقنا من النار، يا رب اعتقنا من النار، اللهم اجعلها هذه الليلة ليلة عتق، اللهم إنك تنادي كل ليلة في هذا الوقت، من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، نحن المستغفرين يا رب، نستغفرك ونتوب إليك، فاعتقنا الليلة يا رب، اللهم اجعلها ليلة عتق، اعتقنا احنا وولدنا وأهلينا وأبائنا وأمهاتنا من النار، اكتب لنا الليلة براءة من النار، اكتب لنا الليلة براءة من النار، اكتبنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم يا مجيب الدعاء ويا ذا الجلال والإكرام ويا من يا من أحن علينا من أبائنا وأمهاتنا، يا كريم يا ودود، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الدنيا وما عليها، اللهم اكتبنا في من قلت فيهم يحبهم ويحبونه، اللهم اكتبنا ممن قلت فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ارضى عنا وارضنا، ارضى عنا وارضنا، نسألك حبك، نسألك حبك، اللهم اكتبنا من أحب عبادك إليك، يا رب اكتبنا للادي يا رب، وكل من يؤمن وكل من يسمع وكل من يصل له هذا الدعاء، اكتبنا يا رب من أحب عبادك إليك ومن أخلص عبادك لك ومن أتقى عبادك لك، اللهم ارزقنا التقوى، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم بصرنا بتقواك ويسر لنا تقواك وأعنا على تقواك، اللهم يا رب يا مجيب الدعاء اجعلنا من عبادك المحسنين، اجعلنا نعبدك كأننا نراك، اللهم أحي بنا الإحسان في أمة حبيبك محمد، اللهم افتح علينا هذا العام فتحا عظيما ببركة رمضان، يا رب لا ينتهي رمضان إلا بفتح كبير، يا رب لا ينتهي رمضان إلا بفتح عظيم، اللهم افتح لنا في حياتنا وبيوتنا وأجزائنا وأولادنا فتحا كبيرا، اللهم اجعله شهر الفتح في حياتنا يا أكرم الأكرمين، اللهم أعنا في رمضان على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تقبل منا، تقبل منا، أعنا، اغبر بخواطرنا، اغبر بخواطرنا، اللهم يا رب فك الكرب على المكروبين في هذه اللحظات، اللهم اجعلها ليلة فك الكرب عن المكروبين، اللهم اجعلها ليلة كشف الهم عن المهمومين، اللهم اجعلها يا رب ليلة جبر الخواطر، اجبر بخواطرنا، اجبر بخواطرنا، اشفي مرضانا، اشفنا واشفي اولادنا، واشفي مرضانا، واشفي كل من يسألك يا رب ان نسألك ان تشفيه، اللهم اجعلها ليلة شفاء للمرضى يا اكرم الاكرمين، اللهم من علينا بعمرة قريبة، من علينا بحجة قريبة، ارض عنا واعف عنا وسامحنا واغفر لنا، اللهم اعف عنا، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم في هذه الليلة لا ترد دعاء من يرفع يديه يناجيك ويتوسل إليك الآن يا رب، اللهم اجعلها ليلة إجابة، من كان مريضا فأجب دعاءه بشفاء مريضه، من كان يريد مالا فارزقه، من كانت تريد زواجا فزوجها، من كان له طلبا أو أملا أو حلما، اللهم اجعلها ليلة تحقيق الأمان يا أكرم الأكرمين، يا رب استجب، يا رب استجب، آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، جزاكم الله خيرا. برنامج الفهم عن الله أوصيكم بشدة أن أنتوا تتابعوه وأن أنتوا توصلوا لأولادكم ولأهليكم، لأن أحسب أنه هو في خير كبير جدا جدا جدا. الله يفتح علينا ونشوفكم بكرة في نفس الميعاد، والسلام عليكم ورحمة الله.